في مارس من عام 2014 وسط هدنة تخللت الحرب، عاد أحمد ليتفقد منزله ففقدته أسرته. كانت رصاصة القناص كفيلة بانتزاعه من زوجته وابنتيه. زوجي استشهاد خرج، راح لما البيت حقنا راح بيجيب السامان وهكذا، قالوا يعني فكوا الأسر للأسرة اللي يشتي يدخل يجيب سامانه. هذا اصطاب زوجي بالسيارة، كانوا عائلتي كامل بالسيارة والقناص مركز عليهم من السيارة. تواجه الأم التي فقدت زوجها العائلة الوحيدة للأسرة الحياة بإيمان وأمل، وكما في السابق عادت هيام لتعيش في كنف والديها، إلا أنها لم تعد وحيدة، ففي عهدتها كانت طفلة ورضيعة أيضا. اليوم تشارك هذه العائلة الكثير من العائلات التي عانت من ألم الفقد لحظات تغمرها السعادة في حفل يوم اليتيم الذي أقامته مؤسسة أمل لرعاية الأيتام والفقراء في العاصمة المؤقتة عدن في إطار مشروع لمسة حنان. طول السنة معنا عدة فعاليات، مثلا في العام الدراسي وزعنا الحقيبة المدرسية على مجموعة كبيرة من الأيتام في عدن وفي لحج، وطبعا موسم عيد في نوزع كسوة العيد برضو الأيتام عدن ولحج. تمثل هذه الفعاليات توازنا خاصا للأسر التي فقدت أقاربها، كما تشعرهم بشيء من التكافل والرحمة المستمدة من روح المجتمع. فخور جدا إنه هذه المنظمة أو غيرها لاسمه منظمة الأيتام والفقراء إنها خطوة عظيمة جدا. إلى جانب الاحتفال بيوم اليتيم، تسعى المؤسسة إلى توفير حياة كريمة للعائلات المتعففة التي فقدت عائلها الوحيد وتحتاج إلى الدعم والرعاية. حنين جمال، بلقيس، عدن.